مشاهدينا بحييكم عبر الحل عنا ام تي في. طبعا اليوم تابعنا وقائع المؤتمر الصحفي لمعالي وزير البيئه فالج ريساتي ليوضح فيها للراي العام اللبناني خطه النفايات كما اقر مجلس الوزراء. وبلشت التساؤلات خصوصا بما يتعلق بالمواقع، ونحن بنعرف اليوم موضوع المواقع في البلدات والقرى والمحافظات، ولكن الاهم يلي سالوه الناس هو موضوع بعد بدنا ندفع، بعد بدنا ندفع 120,000 وما بعرف قديه 5,000 يعني كأن المواطن اللبناني ما بينطلب منه لأدفع ادفع ادفع. بكل الحالات هلا الخطه منا امامي، ولكن نحن كمان بالحل عنا رح نفصلها لكل المشاهدين حتى يعرفوا اكثر شو هي هالخطه برويه، ونرجع نعطيهم اهم البنود يلي بتهمهم، وعلى امل انه نلاقي هالحل النهائي والاخير لموضوع النفايات الصلبه. معلومه. بمعلومتنا لليوم في اطار المساعي المتواصله اللي عم بيقوم فيها رئيس مجلس دار مدير عام المؤسسة العامة للإسكان المهندس روني لحود، لقاءات إلى المرجعيات المعنية بموضوع تحريك القروض السكنية واستعادة حركتها الطبيعية، فكان له لقاء مع حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامي ورئيس جمعية المصارف اللبنانية سليم سفير للبحث في آلية استئناف القروض السكنية وفتح أبواب جديدة. طبعا مع حاكم مصرف لبنان تم الاتفاق والتفاهم على إحصاء المصارف يلي ما تزال تحتفظ بالأرصدة الخاصة للإقراض السكني وإمكان نقلها إلى مصارف أخرى ما لم ترغب باستئناف سياسة الإقراض وفق الشروط المعتمدة لدى المؤسسة العامة للإسكان. وأكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامي على تخصيص 90 مليار ليرة لبنانية للقروض الممنوحة عبر المؤسسة بالتعاون مع المصارف الملتزمة بالقرار أو بالتعميم رقم 515 اللي صدر بتاريخ 31 كانون الثاني 2019 والخاص بالآلية الجديدة للقروض السكنية في سبيل استئناف سياسة الإقراض عبر المؤسسة العامة للإسكان لذوي الدخل المحدود والمتوسط. خلال الاجتماع كمان صار في بحث بمبادرة جديدة تعتمد للمرة الأولى وبتقول بإمكانية نقل حق تسديد القروض السكنية من المقترضين المتعثرين عن تسديد الأقساط المترتبة عليهم إلى المصارف لأي سبب كان إلى مقترضين جدد، شرط أن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للإقراض من المؤسسة على أن يتولوا نيابة عنهم تسديد ما تبقى من قيمتها طيلة فترة الفترة المتبقية من قيمة القرض أصلا وفائدة، وهي خطة بتختصر معاناة كتار من المتعثرين عن تسديد القروض والراغبين بالتملك لمنازل جديدة بأقل كلفة معينة، واختصارا للإجراءات القضائية والإدارية التي يمكن أن تشكل عبئا ماديا على المواطن والمصارف في آن معا. كما تم الاتفاق على تطبيق الشروط المعتمدة بالمؤسسة العامة للإسكان على جميع القروض السكنية المدعومة من المصرف المركزي. أما مع رئيس جمعية المصارف اللبنانية سليم سفير يلي انتخب حديثا، طبعا صار في تبادل التهنئة، ولكن تركز البحث حول الإجراءات الواجب اعتمادها لتعزيز التعاون القائم على أساس البروتوكول الموقع بين المؤسسة وجمعية المصارف للإقراض السكني لما في خير الشباب والصبايا اللبنانية الراغبين بالإقراض بهدف تملك أو بناء أو ترميم مسكن، والتدابير الواجب اتخاذها بالتعاون مع مصرف لبنان من أجل استئناف حركة القروض السكنية في أقرب وقت ممكن، واللجوء إلى التدابير التي تكفل مثل هالخطة بأسرع وقت ممكن. يعني فينا نقول أنه رجعنا على طريق السكة إن شاء الله بتسلك، وهيك كتار اليوم بيجي بيتحرك هذا القطاع لأنه بالفعل كتار ناطرين، وبالتالي كل هالخطوات الجديدة مفروض أنها تتطبق على الأرض. اتصالاتكم مشاهدين على 04-444-444 بياخد أول اتصال لليوم. ألو ألو ألو، تفضلي مدام ربيكا. نعم تفضلي. ألو تفضلي مدام ربيكا. نعم في احكي معي. أكيد. ألو
اكيد فيك تحكي معي وفيك تسمعيني على التليفون مش على التلفزيون. وقت التلفزيون. الو قولي لي شو عندك؟ انا انا حاسب بالثانويه، حاسب بمدرسه بالثانويه. اوكي. بدي نحن حجاب وحد عين حد الادنى على 450 دولار. نعم. لحديت هلا نحن ما جينا فروقات، كنا نقبض الترانسبور ما بقنا عم نقبضه، لنا كذا سنة بيقولوا لنا بكره وبكره وبكره. بدنا نراجع مين؟ فيها بتراجعي لنا مين؟ يا وزير التربية ما هو وزير العمل. نحن أنا شهر العيد بقبض 300,000، شو بيعمل لي؟ أوكي. أنت شهر العيد راس السنة أنا بقبض 300,000، نحن يوم بنشتغلوا بنقبضه، سبت وحد مش معترف فيهم، أيام العياد مش معترف فيهم، بس هذا كيف نحن مضمونين بالدولة؟ عندنا ضمان، وكيف نحن بنقبض تعاقد يومي وما بيعطونا فروقات ترانسبور؟ أوكي. أوكي، بنسألك وبنجاوبك، أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. طبعا اذا ما في هلا اتصال نحن عندنا شويه متابعات، اذا فيها ناخذ المتابعات. بمتابعتنا وقع وزير العدل القاضي ألبرت سرحان جدول تعيين القضاة والمساعدين القضائيين في اللجان الناظرة بتطبيق أحكام المتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الإيجار، كما جرى تحديد أماكن طبعا عملها في قصور العدل وبالأقضي والمحافظات وساعات العمل التي ستكون خارج الدوام الرسمي، وبالتالي أصبحت هاللجان مكتملة العناصر في الشق المتعلق بوزارة العدل. بيبقى نحدد المبلغ، بيبقى نحدد الآلية حتى يبلشوا هالمستأجرين يلي راغبين انه يستفيدوا من الصندوق انه ينظروا لهم بالموضوع، واكيد بترجع قانون الإيجار بيكون عم يتطبق بشكل الى حد ما كامل. مع العلم هون بين هلالين انه المستأجرين القدامى قدموا بواسطة 10 نواب تعديل لقانون الإيجارات، يعني هيدي بين هلالين، ولكن في يقول انه اللجان اكتملت وأخذت مراكز عملها بانتظار بدء آلية التطبيق. باخذ اتصال. الو. الو، يعطيك العافية مدام ربك. أهلين. بالنسبة للمطبات بعلاي. إيه. كل مالها عم تزيد. بقلب المدينة أو على الطريق العام. بخمسين متر مربع. نعم. نعم. عم تحكيني؟ إيه. 4 مطبات بخمسين متر مربع. بعدين هالمطبات عم بخربنا السيارات، عم تعملنا ديسك بظهرها. بعدين عدد المخالفين لنقول للسرعة وكذا بيجي لنقول 1,000 واحد، عدد سكان علي شي 100,000، يعني هال100,000 أو 99,000 بده يدفعوا يعني ثمن الغلط هيدا بعدين بالنسبة للصليب الأحمر، يرحموا هالمرضى بالصليب الأحمر، يعني إذا أسرع الأمبيلونس بينخض المريض، يعني عم بيضر المريض، وإذا خفف عم بيأخره عن المستشفى. بس سؤالي، هن بمدينة علي أو على الطريق الرئيسية بعلي، وين هالمطبات محطوطين؟ بمدينة علي. بمدينة علي، أوكي. هو في قرار صادر عن وزير الإشغال العام والنقل بيلغي فيه كل المطبات، لانه اليوم فيها تستبدل المطبات بغير هالمطب هذا، بمسامير، بضو، بشي من هالنوع. رح نحكي مع بلديه علي لنشوف الموضوع، اكيد بجاوبكم. عندنا فاصل ومنتابع. منتابع الحل عنا وباخذ اتصال جديد. الو. الو. اهلا مسيو، تفضل. بونجور مدام ربيكا. بونجور. انا عسكري متقاعد وطلعت بشهر 3. نعم. شو بدك تسال؟ متعويضاتنا بشهر 7. نعم. وبشهر 7 ما نزلوا لنا شيء، رجعوا لنا انه على الماليه. نعم. يعملوا الموازنه. نعم. عملوا الموازنه ورجعوا قالوا لنا ما في ايداعات. صار في ايداعات، قبضوا ناس، قالوا لنا يعني انا كل يوم عم بسال صراحه، قالوا لي انه على الالو، فهمك كويس، انه على الواسطه، انه هلا نصرنا بنقبض مستحقاتنا على الواسطه، يعني شو المصيبه؟ يعني طيب هيدي وين هيدي صارت القصه بالماليه اذا بدي اسال انا؟
نعم. إذا بدي تبع لكم إياها هي بالمالية بوزارة المال؟ نعم. أوكي. وزارة المالية عرفت صلاح حلولة. إيه الإدارة الرئيسية. أوكي. نسأل لك. نعم. أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. ألو. أهلا مسيو. ما قلنا لك بدنا نحكي مع ربيكا. إيه وربيكا معك وعم تسمعك وشو عندك؟ ألو ست ربيكا. إيه. ما خليك ها حضرتك عم تحكي ست ربيكا. إيه حضرتي عم بحكي معك. أنا في عندي محطة تبع التليفونات مأجلون إياها. نعم. هاو الأنترنت اللي بحطوهم. إيه. قلنا من 5 أشهر 6 أشهر مستحق أجار ما بيدفعوا. رجعتهم الوزير اللي شارب 70-80 مليون دولار ما يدفع أجارات للعالم بالأول. أي شركة تاتش ولا الألفا؟ تاتش. أوكي. بنسألها بس هلا اترك لي مع إلسي اترك لي بس بأي منطقة أوكي؟ طيب خلينا ندي لي لإلسي تشوف. أوكي ميرسي. باخذ اتصال تاني. ألو قطع الخط. رح كمل المتابعات بما أنه ما في نقطع الخط ونعتذر. بطميش عم بيقولوا لي من أسبوعين ما كان في مي ولكن اليوم لما رجعنا مياه بيرو جبل لبنان قالوا مزبوط كان في عقار واحد ما عم توصلوا المي كان في عطل معين بس تصلح ومفروض تكون رجعت المي. يعني هلأ إذا عم يسمعوني يلي اتصلوا فيي إذا ما أجت المي يرجعوا يحكوني. كمان رح ياخد اتصال حتى ما نضطره برجع بكمل متابعات. ألو يعطيك العافية مدام كيف صحتي؟ أهلين معك رامي شاهين من بيروت. ايه أهلا أستاذ رامي. مدام في قصة خدم بالبيوت بتعرف ايه؟ كل آخر الشهر بدهم ياخدوا معاشاتهم بالدولار. مزبوط. ايه نحن اليوم رحنا على الصانة صراحة عم بحكي عن حالي رحت عند الصرافين هم بمنطقة بيروت ضربتهم كلهم ولا واحد قبل يعطيني 100 دولار قال الجواريرهم فاضية. رحت برات بيروت قال في عندك سوق سوداء قلت له شو قصدك بالسوق السوداء؟ قال على ال 100 دولار عم بياخذوا 40,000. فجيت انا عم بحكي مع الخادمه تعيتي قال ما بتقبل غير بالدولار او بتترك الشغل. ففينا نحكي هون مع وزاره العمل اذا بتعني معروف نحكي نحل المشكله. يعني بتعرفي مشكله كبيره هي. اكيد معك حق. وحتى يلي يعني وصلت لل 60 كمان بدل ال 1500 وصلت ل 1560 مزبوط معك حق. هيدي مشكله كبيره صايره. فينا نحكي مع وزاره العمل اذا بتعني معروف لانه حتترك الخادمه عندي كمان. اوكي رح نحكي مع وزاره العمل كيف بدنا نحل القضيه. واكيد بعد مع اليوم للخادمه تعيتي قلت لها اذا في مجال قال بدي اخذ منك زياده 6000 صار تفهم يعني ما بقى. ايه لانه كل شيء للاسف يعني بتاعت. للاسف كل شيء مسعري لنا اياه بالدولار. ايه نحن بنتمنى كلبنانيين يوما ما يعاملونا بالليره مثل ما نحن بنتعامل بالاورو وبالدولار وغيره. يا ريت عمل ضروري كثير هذا القصه. 100% معك حق 100%. انا ممنون. اهلا وسهلا فيك. يعني مشكله بالمتابعات. طريق الزكرون بالكورة هي مبدئيا كان في امدادات للمي وقبل ما تنحل البلدية تزبطت يعني كل الامدادات اللي انعملت داخل زكرون كلها تزفتت ونعمل بقي فيه من مدخل زكرون للأوتوستراد. هونيك مثل ما عرفت اليوم من المهندس يلي مسؤول عن هيدي الشغلة قال له من التنام بلشوا يرجعوا يستعدوا حتى يزفتوا. هني شو صار حتى ترتاح الطريق من بعد ما حطوا له توفونو اول كوش لهيدا حتى ترتاح تما يزفتوا دغري نطروا. هلا بلشوا من تنان يعني اول اسبوع هيدا يحضروا للمرحله الثانيه من التزفيت. يعني مبدئيا يلي حكيونا بالموضوع لازم يلاحظوا انه من بكره ان شاء الله مثل ما وعدت انا اليوم راح يبلشوا يشوفوا التزفيت على هال 2 كيلومتر يلي حكيوا لي عنه. يعني هيك اللي فهمته اليوم. باخذ اتصال جديد. الو الو اهلا مرحبا مرحبا مدام ربيكا. نعم ما انا هذيك اليوم قبل شو اسمه عيد الاضحى انا حكيت معي كرمال ماليه اذا جاي عفوشي للبيت للندفع اذا ما فهمت على المرحله الثانيه تبع الدفع السلسله للماليه تبع البيت سنويه مثلا ندفع ماليه. اه اوكي لا انا افتكرت لانه حدا كمان سالني بموضوع المرحله الثانيه من السلسله. لا مش الماليه. انا ايه اوكي قبل اضحى حكيت معك صراحه ما عندي جواب بعد بهذا الموضوع بس عندي ناطره جواب بموضوع هذا مش معلق فيكي انت موضوع ثاني بس اللي سالوني على المرحله الثانيه ناطره جواب من وزاره الماليه. يعني كان المفروض اليوم يعطوني اياه بس قالوا لي انه معالي الوزير بجلسه مجلس الوزراء اذا صار عنده جواب بعد الظهر. انا يعني ان شاء الله بين
بحلقه بكره بقدر اعطيكم جواب اذا اخذته من الماليه. مدام بالنسبه لك بدي ارجع اسالك، ما تواخذيني يعني ما تابعتها صراحه، ما صار لي تابع هذا الموضوع. كمان اتصال. الو ست روبيكا. ايه نعم نعم عم بسمعك. ايه كيفك؟ انا منيحة الله يخليك. إيه نحن على طريق المية ومية بمدينة صيدا. يعني بدك تقولي اهمال مش طبيعي لهالطريق هيدي الممتدة من دوار الامريكان التابعة لبلدية المية ومية. اوكي. لا توصل للضيعة. اف. هي شو بدها يعني بدها تسفيت؟ على الارصفة. نعم. مش قصة تسفيت، اهمال كامل يعني بكل معنى الكلمة، يعني كسر سيارات على الارصفة، بدك تضطر تمشي انت على الشارع. اف. هاي شغلة، شغلة تانية انارة ما في عدم. نعم. حطونا هيدي الانارة الجديدة على الطاقة الشمسية. ايه ما مش الحال. بس منظر. اوكي. لانه هاي الطاقة الشمسية بتوفر بس بدها صيانة. جيبي. نعم. لا في جيبة قلت له هولي لو حطيتونا هني انه لشو انه قال لي كلمة كبيرة طبعا ما بتنحكى. ايه هيدا احترام المواطن المنتظم كيف. يلي بيطالب بحقوقه. ايه كيف ولحقنا الحي نحن بفوق. ايه لحقنا جنب نادي الضباط وانت نعم. طالعه او نازله لتوصلي البقاعي في هناك. أوكي. مركز للبقاعي. خليني اشوف ليش مهموله هالقد المنطقه. عرفتي كيف. اوكي في شيء بعد؟ اهلا وسهلا فيك، رح انتقل لصوره اليوم. يعني كتير مهمة لأني كتير عم نحكي عن النفايات وكتير عم نحكي قديش نحن كمان مواطن بيقدر يساعد. بقى هون عم بيقولنا احملوا كيس وضعوا كيس بالسيارة حطوا فيها الزبالة بالسيارة بس ما تكبوه من الشبابيك وحاسب نفسك قبل ما تحاسب السياسيين. هلأ هن السياسيين يعني بفتكر بسياراتهم رح يحطوا هالكيس يعني بتصورش، بس نحن كمواطنين إذا منحب بلدنا وبدنا النظافة خلينا نبلش بسيارتنا، بتكون شغلة كتير مهمة ومنيحة. بعطيكم موعد بكرة دايما عبر الام تي في الحل عنا، فيكم تتواصلوا معنا دايما على البريد الإلكتروني على فيسبوك الحل عنا، الخط أكيد المباشر وعلى الـ 24 دايما على 04 444 444. شكرا إلسي، إلى اللقاء.